الموضوع ده انا عايز افكره كمان بحاجه باللي بيقولها وباكد عليها. فاكر لما لعبنا وكسبنا كاس مصر وكنا بنلعب بال 87 87 سنه 87 انت فاكر؟ أيوة فرقه طبعا. كامله مش موجوده وكمان طارق خليل وحسام حسن وشمس حامد وطارق أيوة خليل ومحمد السيد وكان مين بقى كنا بنلعب الزمالك؟ مين ده؟ كابتن ابراهيم يوسف وكابتن فاروق. فالجمله اللي قالها وائل دي فعلا الاهلي بما انحدر. ودايما الماتشات دي كمان بتطلع نجوم، يعني انت الماتشات دي بتولد نجوم. يعني انا واحد من الناس اللي يعني الناس عرفتني عن طريق ماتش اهلي وزمالك، اكيد. فعايزين نقول ان المباراه ممكن يكون لها حسابات فنيه اخرى، لكن على مستوى النادي الاهلي دايما ده حقيقي. ده يعني دايما يعني فكره ان حصل هزه في النادي او بتاع، والله ما عشان اهلاوي، اي حد بيبعد عن النادي الاهلي هو الخسران تماما مليون في المية. انا بتكلم احمد، انت مشجع قوي، يعني انت يعني على اعصابك، حتى اي موضوع بتاخده فعلا على اعصابك. احس كده. فانت كنت ناشر صوره يمكن من كام يوم بعد موقف رمضان صبحي تحديدا، وكنت ناشر التيشيرت الاسود اللي عليه رقم شهداء الاهلي ال 72 رحمه الله عليهم كلهم طبعا. يا رب. وكنت ليك كلمه كده انت كتبتها، انا بس عايزين نقول للناس اللي ما شافتش يعني السوشيال ميديا او مش متابعه جيده، انت كنت تقصد ايه بده؟ كنت انت عايز تقول ايه؟ انا هقول يعني انت بتفتحيني في كلام ممكن يزعل الناس، بس انا هتكلم. انت اللي جبت السيره. اوكي ماشي ماشي. بصي، هاني رمزي مشي النهارده من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. محمود الخطيب مشي من النادي الاهلي، النادي الاهلي مش هيتاثر. ايوه مش هتحصل. ايوه في حاجات ما تقدرش تشتريها. شهداء النادي الاهلي، شهداء نادي الزمالك، مهما جابوا لعيبه، مهما جابوا طبعا، مهما سابهم لعيبه نادي الزمالك، حتى ما بيحصل العكس، محدش هيعوض الناس دي. الناس دي مش عايزه حاجه من النادي غير ان هي بتحبه. فده كلام في حاجات مهما تشتري مش هتعرف تشتريها. لو انت بتتكلم على، يمكن انا كنت قريت تويته قبليها لنادي بيراميدز، يعني اللي هو بيقول فيها علي معلول لعيب كويس قوي ربنا يخليه لك، ما اعرفش ده من الموقع ممكن تبقى في حاجات ممكن برضو فيك يعني، ممكن بس كان في شويه يعني مناوشات عشان أيه. برضو نتكلم احنا كوره. طب مهما انت اشتريت لعيبه ومهما اشتريت، في حاجات الفلوس مش هتشتريها عمرها حقيقة. ومش بتكلم بس والله عن النادي الاهلي، النادي الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، مصري، اتحاد، النوادي اللي ليها جماهير. وده اللي انا كنت بقى لو انت بتكلمني بتكلم مع رمضان فيه. يعني ده لو انا بتكلم ان رمضان، والله العظيم فعلا انا بحب رمضان جدا وبعتبره زي اخويا الصغير، هو عارف ان انا بحبه جدا. لكن رمضان صغير، عنده 22 23 سنه، راجل نجم وامكانياته كبيره جدا، بس هو حسبها غلط خالص. انت دلوقتي حتى لو في فرق في العقد كبير، لعيب بامكانيات رمضان صبحي المفروض ان طموحه ان هو يلعب في مصر سنه مش 3 سنين. ده حقيقي. فما تبصش على توت العقد، بص على الفرق في سيزون واحد. دلوقتي انت بتلعب في النادي الاهلي، اعلاناتك عامله ازاي؟ كان لسه حتى الاستاذ ابو معاط زكي كان بيتكلم في النقطه دي واتكلم فيها حلو قوي. اعلاناتك عامله ازاي؟ رمضان دخل له في السنه ونص دول اعلانات على حس النادي الاهلي قد ايه؟ لو دخل ربعهم بس على العقد اللي انت واخده من النادي الاهلي هتعدي في حته تانية. مع عدم مقاطع كلامك يا احمد يعني انا بكلمك حتى من وجهه نظر رمضان. أيوة، مش بتكلم ان انا كاهلاوي، انا هفكر معاك بوجهه نظر رمضان كمان، ان اللي عرضه النادي الاهلي مش قليل. انت بتتكلم كمان على العرض النادي الاهلي مش قليل، بلس بقى الحاجات اللي انت بتقولها انك جوه مؤسسه، ممكن جدا من خلال المؤسسه دي يجي لك اعلانات، يجي لك بونوز، يجي لك يعني ده يعوض لك حاجات ثانيه برضو. انا تعالى نتكلم على ان انا مش اهلاويه، والله انا بتكلم لمصلحته هو، فاهم؟ انا بتكلم لمصلحتك انت. يعني انا حتى بعيب اكتر على الناس اللي حوالين رمضان، ومش قصدي شريف على فكره عشان الناس ما تفهمنيش غلط. امال قصدك مين؟ انا بتكلم ايا كان مين اللي اخذ له القرار.